finite automata to regular expression. نتذكر الرولز. ترانزيشن الأول لازم نتذكر ونعرفه. لو كان عندي finite automata بهذا الشكل، نحكي R let's say فاصلة S، أو عندي R to transition S. Let's say إما عندي R فاصلة S، إحنا بنعرف لو كان الترانزيشن الليبل تاعه في كوما بيعني فعليا إنه أصلا هو to transition، بس مختصرينهم. هذا الإشي جائز بال finite automata. هلأ لما أنا أجي أحول من finite automata ل regular expression، هدول بحاول أختصرهم، بحولهم ل regular expression. يعني الفكرة بالموضوع إن أنا بصير أعمل removing ل states وأختصر ل transition بهاي الطرق اللي إحنا تعلمها هلأ. لو كانت عندي هاي الحالة R, S أو to transition R S، بختصرهم ب R or S. هلا حنلاحظ إنه الليبلز تبع الفاينايت أوتوماتا حيصير نفسه regular expression. الليبل تبع الفاينايت أوتوماتا حيصير نفسه regular expression. إذا أول كيس عندي، لو عندي two labels على نفس الترانزيشن بعملهم or، أو عندي two transitions طالعين من نفس الستيت ورايحين على another state، بقدر أختصرهم بone transition بخليهم إيش or، بغض النظر إيش موجود عندي هون كليبل وإيش موجود عندي هون كليبل، بعمل بينهم or. another transition لو كان عندي على سبيل المثال three states x y، هلا بدي اعمل ريموف لهي الستيت، ايش حينتج عندي 1 2 3؟ حينتج عندي اللي هو فاينايت اوتوماتا فيها 2 ترانزيشن اللي هو 1 و 3 بعد ما حذفت ال 2. طيب هلا عشان اعوض عن الباث من واحد لثلاثة، تمام، ايش الليبل تبع الترانزيشن حيصير من 1 لثلاثة؟ كان عندي ثلاثة ستيت، حذفت هاي الستيت صفى عندي 2 ستيت. هلا بدي اعمل ترانزيشن مكافئ لهذا الترانزيشن، هاي شو concatenation x مع y. exactly concatenation x مع y، يعني بحول الليبل هاد تاع الترانزيشن من واحد لثلاث لريجولر اكسبريشن بمثل كونكاتينيشن، لانه فعليا لما انا امشي من واحد لثلاث بقرا اكس واي. طيب الترانزيشن الثالث لو انا عندي 3 ستيتس بهاي الطريقه 1 2 3، وعندي X هون لوب، Z هون Y، لما أحذف لما أعمل remove لل Z state sorry ال 2 state أو state 2، إيش حيصير عندي ال transition من 1 ل 3؟ إيش ال label تبع ال transition من 1 to 3؟ أنا هون لما أمشي من واحد لثلاثة إيش بقرأ؟ X زد ستار Y. ممتازة. X زد ستار Y. تمام؟ ترانزيشن الأخير مش موجود بالسلايد. لو صفى عندي two states بهاي الطريقة من one لا لا
2 مثلا و2 final وعندي هاي الكيس R1 R2 R3 R4. تخيل هاي الستيت معقدة، بعد ما حذفت كل الستيتس وصفى عندي فقط 2 ستيتس الستارت والفاينل، بدي أطلع الريجولر إكسبريشن. إيش الريجولر إكسبريشن اللي بيمثله هذا الكيس؟ مين يحاول فيها؟ R1 star R2 concatenation R2 concatenation القوس في R4 R1 R2 ال1 عليه star. هلا لاحظي انا قلتي انت انه انا بلشت R1 star R2، هلا انا واصل لفاينل، لما اوصل على الفاينل ممكن اتوقف او اعمل لوب. ايش اللوب اللي عندي؟ اما R4 R1 R2 وال1 عليها ستار، اما لوب على R3 او 3 R4. احسنتي، R1 ستار زي ما قلتي قبل شوي، R4 R1 ستار R2 خاص على ستار، يعني عليك واضح. هاي يعني most complicated case. لو انا عندي على مثال two states one و two two final وعندي loop على r one وloop على ال two، تمام، كيف بقدر أطلع regular expression r one star r two؟ هلا هون لاحظوا star، بالتالي ممكن يكون هذا كله lambda وأنا أتوقف خلاص r one star r two أطلع string اللي أنا بدي إياه، أو بعد ما أوصل ل two اعمل لوب. اللوب اما على R3 او R4 R1 star R2. اللوب ممكن انتقل من الستيت 2 لنفسها او اروح بهاي الرحلة لواحد وارجع لتو، لواحد وارجع لتو حضطر اقرأ R4 واقرأ R1 star عشان وR2 عشان ارد ارجع لتو، تمام. هلا هاي القواعد اللي حنستخدمهم في عملية الـ converting from finite automata to regular expression. طبعاً هاي الـ algorithm بسموها state reduction algorithm اللي بتحول لي من finite automata ل regular expression. ذم من finite automata regular expression. طب ناخذ example. هلا بس نرجع نتذكر نقطة مهمة عشان أعمل converting، إيش الشروط عشان أعمل converting regular سوري finite automata to regular expression؟ لازم يكون عندي single accepting state finite automata. الفاينايت اوتوماتا الموجودة عندي لازم يكون فيها single accepting state. طب إذا كانت مش single accepting state، يعني عندي أكثر من state هم final، بحولهم لسنجل اكسبتنج ستيت قبل ما ابلش احول، واضح؟ اذا لازم يكون عندي الفاينايت اوتوماتا هاز اونلي وان فاينل ستيت. ناخذ اكزامبل كونفرت ذا فولوينج فاينايت اوتوماتا تو ريجولار اكسبريشن. عندي 1 بتروح
2 و 2 بتروح ل 3 و 3 بتروح ل 4 وكل هدول accepting state. عندي هون A. لاحظوا هاي كم final state عندي هون يا شباب. ده عندي B A B A A or B. كم final state عندي؟ عندي 3 final state 2 و 3 و 4 بس بقول لي عشان نحول لازم يكون عندي single final state. فأول شغلة بسويها أول خطوة بسويها بعمل single final state single accepting state وضيف new state بخليها هي the new accepting state طب احط كل state بدون accepting state بضيف a new accepting state تمام اذا صار عندي 1 2 3 4 وهي الستيت الجديدة 5 بنزل كل شيء زي ما هو عندي من 2 ل 3 بي عندي من 3 ل 4 A or B وعندي من 2 ل 4 A طيب هلا ايش بسوي بالفاينل ستيت الجديده هاي بودي لمدا ترانزيشن من البريفيوس او الاولد فاينل ستيت للنيو فاينل ستيت اذا لمدا ترانزيشن من الفاينل ستيت القديم الى الفاينل ستيت الجديده واضح يا شباب اذا هاي بري بروسيسنج قبل ما نبلش نعمل بروسيسنج ونحول لازم نحول فاينايت اوتوماتا لفاينايت اوتوماتا ويذ ا سنجل اكسبتنج ستيت حولها لفاينايت اوتوماتا ويذ ا سنجل اكسبتنج ستيت هلا نبلش نعمل ريدكشن ايش الريدكشن نبلش نحذف ستيت ونعوض عنها بترانزيشنز تمام هلا لاحظ شباب عمليه حذف ستيت بترتيب معين كل ما يعني لو حذفت اول شيء 2 بعدين 3 بعدين 4 حيطلع معي ريجولر اكسبريشن مختلف عن ما احذف 3 بعدين 4 مثلا بعدين 2 لو اغير بس بترتيب عمليه الحذف كل مره بيطلع معي ريجولر اكسبريشن مختلف لكنه بعطي نفس اللانجوج يعني كل الريجولر اكسبريشن اللي بتطلع حتى لو كانوا مختلفين على بعض بيطلعوا صح انا في الامتحان اللي جبت لك سؤال زي هيك ححدد لك الترتيب بقول لك اول شيء احذف لي مثلا 2 بعدين احذف لي 3 بعدين احذف لي 4 وريفر لازم احدد عشان الكل يطلع نفس الحل طيب هلا الخطوة الثانية بدي احدد الترتيب اللي بدي احذف فيه، طبعا انا بحذف كل الستيتس بس بخلي الستارت والاكسبتنج، يعني بس بخلي 1 و 5. خلينا نتفق على ترتيب معين لسه بدي اعمل ريموف ل 2 then 4 then 3. طب واحد بيحكي لي انا مش حاب اعمل هيك عادي. تقدر تبلش باي ترتيب بدك اياه.
لكن كل مرة يطلع معك حل مختلف. عشان يطلع معنا نفس الحل بدنا إيش؟ أنت في ترتيب معين، وأنا بالامتحان أحدد لك ترتيب، أقول لك وش أحدد لي مثلاً 2 بعدين 4 بعدين 3 بهذا الترتيب. طيب خلينا نحذف 2، remove state 2. طيب هلا بحط كل الستيتس ما عدا 2. خلينا نحط دون، يعني هصير عندي هنا 3 هصير عندي هنا 5 هي الاكسبتنج، وهصير عندي هنا 4. طيب هلا خلينا نيجي ونحدد الترانزيشنز. هلا مين الترانزيشنز اللي حتتاثر؟ كل الترانزيشنز اللي كانت تمر عبر 2 هي اللي حتتاثر، غير هيك ما حيتاثر. كمان مره، كل الترانزيشن، كل الاسهم اللي كانت تمر عبر الستيت اللي انا بدي احذفها هي اللي حتتاثر. طب الستيت اللي ما بتمر مثلا هون البي هاي ما لها دخل بالموضوع، من 1 ل 1 عندي من 3 ل 4 ما حتتاثر. عندي هنا A or B، عندي من 3 ل 5 لامدا، عندي من 4 ل 5 لامدا. واضح؟ فكل الترانزيشنز اللي ما كانت تمر عبر 2 ما لها دخل بالموضوع. طيب هلا مين الترانزيشنز اللي بتمر عبر 2؟ عندي من 1 ل 3 صح؟ بمر عبر 2. فمن 1 ل 3 حيصير في عندي ترانزيشن جديد. مين يحكي لي هلا من 1 ل 3 ايش حيصير عندي؟ الليبل تبع هذا الترانزيشن من 1 تو 3 ام. تمام؟ بعدين عندي من 1 ل 5، من 1 ل 5 حيتأثر. ايش الترانزيشن اللي حيصير عندي من 1 ل 5؟ A لامدا، اللي هو A عبارة عن ايش؟ عبارة عن A. طيب ايش عندي كمان؟ عندي من 1 ل 4، لاحظوا 1 2 4 حيصير عندي ترانزيشن جديد من 1 ل 4. ايش الليبل تبعه؟ AA. تمام، اذا من 1 ل 4 حيصير عندي كمان AA. هلا برجع براجع بحكي 2 هي جاي بين 1 و 3، عندي خط من 1 ل 3 بس ما عندي خط من 3 ل 1. بدي انتبه مرات بكون في عندي كمان باث بمر عبر 2 بالعكس، أو من 1 ل 1. هل في عندي باث من 1 ل 1 عبر 2؟ لا. أو من 3 ل 3 عبر 2. كل هاي الحالات بتاخذها بعين الاعتبار. نفس الشيء بين الواحد والخمسة، عندي خط بس ما عندي خط من الخمسة للواحد أو من الخمسة لنفسها عبر 2. من 1 ل 4 نفس الشيء عندي بس ما عنديش من 4 ل 1. هاي بدي أخذ كل الاحتمالات هاي بعين الاعتبار. تمام، إذا اتفقنا أول شيء نعمل ريموف لستيت 2. بعدين قلنا الترتيب بدنا نعمل ريموف لستيت 4. إذا هلا بدي أعمل ريموف B remove state 4. نيجي على state 4 بنحذفها، صفي عندي 3 states اللي هم ال 1 وال 3 وال 5. 1 وال 3 وال 5 وال 5 هي الفاينل.
تمام. هلا بحكي انا حذفت ستيت 4، هلا كل الستيتس اللي ما بتمر عبر 4 بتضلها زي ما هي، يعني ال 1 3 ما حيتاثر، ال 1 1 ما حيتاثر، ال 1 1 حيضلوا بي، ال 1 3 حتضلها اي بي. هلا مين اللي حيتاثر؟ حيتاثر الستيتس اللي بتمر عبر 4 تمام. ايش بمر عندي عبر 4؟ عندي من 1 ل 5، من 1 ل 5 بمر عبر 4 عشان عندي ترانزيشن جديد من 1 ل 5. ايش الليبل تبعه من 1 ل 5؟ اللي هو اي اي لامدا، يعني اي اي. طب دكتور انت حكيت انه ما نعدل على اللي ما تغير، يعني ما بيمر في 4. انا حكيت ما نعدل اللي ما بيمر عبر 4. طب دكتور في كمان ستيتس ما بتمر بأربعة، في عندك الاي ل 5 وعندك كثير. مظبوط كلامك. انا عندي هلا 1 ل 5 اللي هو عباره عن اي صح، فهاد ما حيتاثر. صفى عندي هنا اي اور اي اي، انا هاخذهم على الاعتبار. يعني هلا اللي ما بمروا عبر 4 ما حيتاثروا، اللي هم عندي اي تمام اللي هو من 1 ل 5، وعندي اللي هو من 1 ل 3، وعندي من 3 ل 5 اللي هي لامدا. وايش عندي كمان؟ عندي شيء ثاني عبد الله ركز معنا. عندي من 1 ل 3 اي بي، من 1 ل اي، وعندي من 3 ل 5 لامدا. طيب هلا جينا قلنا عندي من 1 ل 5 صار عندي باث جديد اللي هو اي اي، فبروح بعمل اور على الشيء القديم، لانه اوريدي عندي من 1 ل 5 قديما كان عندي اي قبل ما احذف 4، هلا صار عندي اور اي اي. طيب عندي ايش كمان؟ عندي من 3 ل 5 بمر عبر 4، ايش هو؟ اللي هو الاي اور بي تمام. فايش حصفي عندي؟ هاد عباره عن اوريدي قديم عندي لامدا من 3 ل 5، صف عليها كمان انذر باث اللي هو اي اور بي، فصار عندي لامدا اور اي اور بي. ليش؟ لانه انا عندي هنا اللامدا اصلا من 3 ل 5 تمام. اذا صار عندي هنا بي اي بي A or AA ولامدا or A or B. واضح شباب؟ هلأ قلنا أصلاً هلأ ما عنديش إلا خيار واحد إني أحذف الستيت 3، لأنه لازم أخلي في الأخير الستارت والفاينل. فعندي C remove state 3، نحذف ستيت 3، صف عندي فقط 1 و 5، وال 5 هي فاينل ستيت. هلا من 1 ل 5 اوريدي كان عندي A، نكبرها من 1 ل 5 already عندي A or AA. تمام؟ هلا ايش الباث الجديد اللي اجاني؟ من 1 لنفسه عندي B، وعندي A or AA من قبل. هلا الباث الجديد اللي اجاني بسبب ريموفينج ال 3 اللي هو عباره عن AB كونكاتينيت مع، فحسيت عندي or AB كونكاتينيت مع لامدا or A or B.
تمام؟ إذن A or AA or AB concatenate مع lambda or A or B. هلا هيك خلاص بتوقف وبطلع الـ regular expression اللي نتج معي. مين يحكي لي ايش الـ regular expression اللي طلع معنا؟ عندي اولا ايش هون؟ B star بعدين نفتح اقواس A or AA بعدين AB or AB AB concatenate with lambda lambda or A, A or B. سكر القوس ونسكر القوس الكبير. تمام؟ اكتبها مرة ثانية. إذا قلنا طلع معي B star concatenate with A or AA or AB lambda or A or B. طيب هلا لو اخذنا لاحظوا كلهم هذول فيهم A، يعني هذا الجزء فيه A هذا الجزء فيه A وهذا الجزء فيه A. لو طلعنا A عام مشترك بينهم برا يصير عندي B star A وهون بدال ال A ايش حيصير عندي؟ لامدا وهون بدال ال A A بتصير A A واحدة وبدال ال A B B B B ودخلها على القوس B دخلها على القوس بصير B لامدا B و B A بصير B A بعدين B B بعدين بيبي. بس دكتور الام بين بي. قلنا لامدا اي اور تمام قلنا طلعنا اي عم مشترك صف عندي هون لامدا هون اي واحدة. بعدين بي وهون بي واحدة بعدين بي اي تمام بعديها بي بي كمان مرة طلعنا اي عام مشترك صف عندي هون لمدة هون اي واحدة وهنا صف عندي بي فبي دخلتها على القوس صف عندي هنا بي بعدين بي اي بعدين بي بي تمام هذا الاكزام موجود بالسلايد وهي الحل تبعه